بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الطلاب الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية للمرحلة الثانوية لمقرر عرب 302 تحت عنوان الأفعال الناسخة. سبق وأن تحدثنا في درس سابق عن الأفعال الناسخة وعنوناه بعنوان كان وأخواتها. هناك أيضا نوع آخر من الأفعال الناسخة تحت عنوان كاد وأخواتها. نحاول بعون الله تعالى من خلال هذا الدرس أن نقف على مجموعة من الأهداف. الهدف الأول أن نتعرف على الأفعال الناسخة كاد وأخواتها ودلالاتها، ثم نميز بين أنواع الأفعال الناسخة كاد وأخواتها، وأخيرا نوظف تلك الأفعال الناسخة كاد وأخواتها في تواصلنا الشفهي والكتابي توظيفا سليما. نتأمل مع بعضنا البعض الأمثلة الآتية: كاد الأمر ينتهي، أوشك الصوت أن يصل مداه، كرب الكأس أن يقع. أمثلة أخرى: شرع الأب ينجز عمله، طفق العامل ينظف المكان، أخذت الأم تمسح عرقها، هبت الأم تصب غضبها، بدأ الظلام يخيم على المكان، عسى الله أن يرحمنا، حرى السلام أن يعم العالم، خلولق تضامن العالم أن يمنع الحروب. نلاحظ في الأمثلة السابقة أن الأفعال كاد وأوشك وكرب هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ولها خصوصية في المعنى، فهي تدل على اقتراب وقوع الخبر، ولهذا سميت بأفعال المقاربة. الأمثلة في باء نقرأ: بدأ، طفق، أخذ، شرع، هب، تدخل كذلك على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ولها خصوصية في المعنى. ما هي تلك الخصوصية؟ هي أفعال تدل على الشروع في تنفيذ الخبر، ولذا تسمى تلك الأفعال بأفعال الشروع. الأمثلة في جيم: عسى، وحرى، وخلولق، تدخل كذلك على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ولها خصوصية في المعنى. ما هي تلك الخصوصية؟ هي أفعال تدل على رجاء وقوع الخبر، ولهذا سميت بأفعال الرجاء. نستنتج من خلال ما سبق أن كاد وأخواتها تنقسم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى تسمى أفعال المقاربة، وهي التي تدل على قرب وقوع الخبر. ما هي تلك الأفعال؟ كاد، أوشك، وكرب. أفعال الشروع وهي النوع الثاني، وهي التي تدل على بدء القيام بالعمل، ومنها أخذ، بدأ، جعل، طفق، هب. القسم الثالث أفعال الرجاء، وتدل على رجاء وقوع الخبر، وهي عسى، حرى، وخلولق. لابد هنا من ملاحظة أن كاد وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها، أي ترفع المبتدأ اسما لها ويكون
خبرها الجملة الفعلية في محل نصب. نطبق ما تعلمنا مسبقا على الجمل الآتية، نستعمل ما يناسب من الأفعال الناسخة كاد وأخواتها. المثال الأول: النيزك أن يقترب من الأرض. المطلوب أن نستعمل فعلا من أفعال المقاربة. ماذا نقول؟ كاد النيزك أن يقترب من الأرض. المعلم يشرح الدرس. نريد هنا أن ندخل فعلا من أفعال الشروع. ماذا نقول؟ أخذ المعلم يشرح الدرس. الله أن يمتعك بالصحة والعافية. نريد فعلا من أفعال الرجاء. ماذا نقول؟ عسى الله أن يمتعك بالصحة والعافية. نقف الآن على تقويم شامل لما سبق أن تعلمناه في هذا الدرس والدرس السابق، حيث أخذنا وتعلمنا الأفعال الناسخة بشقيها كان وأخواتها وكاد وأخواتها. لدينا الآن مجموعة من العبارات نريد أن نعين الفعل الناسخ فيها، ثم نبين دلالة ذلك الفعل. أصبح الأمر يقينا. أوشك الحفل أن يبدأ. شرع العامل ينظف المكان. عسى الله أن يقدر الأمن بين الناس. نلاحظ الآن الإجابة. أصبح الأمر يقينا، الفعل الناسخ أصبح. على ماذا يدل؟ على التحول. أوشك الحفل أن يبدأ، أين الفعل الناسخ؟ أوشك. على ماذا يدل؟ على المقاربة. شرع العامل ينظف المكان، أين الفعل الناسخ؟ شرع. على ماذا يدل؟ على الشروع. عسى الله أن يقدر الأمن بين الناس، أين الفعل الناسخ؟ عسى. على ماذا يدل؟ يدل على الرجاء. نقف على تقويم شامل آخر لما سبق في كان وأخواتها وكاد وأخواتها. نكمل الفراغ بما يناسب من الأفعال الناسخة. الأمر سهلا، هنا نريد أن نستعمل فعل من الأفعال الناسخة يدل على النفي. ماذا سنقول؟ الفعل الجامد الوحيد ما هو؟ ليس الأمر سهلا. الفلاح يحرث أرضه. نريد هنا فعلا من أفعال الشروع. ماذا نقول؟ أخذ الفلاح يحرث أرضه. نصل هنا وإياكم إلى ختام هذا الدرس، درس الأفعال الناسخة كاد وأخواتها، ونرجو لكم دوام التوفيق.